معنا عبر الهاتف رشيد العريقي مدير التنبؤات والأرصاد. مرحبا بك معنا أستاذ رشيد. ما جديد الأرصاد في ظل استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول الغزيرة في عدد من المحافظات؟ نعم اختي فكريا، المركز الوطني للأرصاد القوية طبعا اليوم أصدر أيضا نشرة تهديد إنذارية بهذا الخطوط، وبالتالي لا يزال يحذر الأخوة المواطنين في كافة المحافظات خاصة التي سوف تهطل فيها الأمطار من لحد جنوبا حتى بعد شمالا، لا أيضا من الهضاب الداخلية، وحذر أيضا من عدم من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم السير في الطرقات وممرات السيول أثناء هطول الأمطار، ومتدني أيضا في مدى الرؤية الأفقية في المنعطفات والطرقات الجبلية. نعم. ومن هذا لا يزال طبعا ونحن في اليوم العالمي للغرق، وهو اليوم الذي نوجه ان نسلط ايضا الضوء على الحاجه الى اجراءات عاجله ومنسقه ومتعدده خاصه من قبل الحكومات والمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ضروره عمل يعني ما من تدابير للتفادي والذي يعتبر الغرق والذي يعتبر تحديا للصحه العامه.